تشوف شر يا عمي. شر ما جيت أبوي، شر ما جيت. أدرو عافية أبو عبد الله. الله يعافيك ما عبد الله. شفيك عسل ما شرب. أنا ما فيني شيء زين. ليش كل هالخوف هذا؟ ولا حب تواصل للمستشفى لكن فحوصات وخلص. قال الطبيب إنه بيطلعني اليوم. إن شاء الله. سنت الله يهداك خرعتنا عليك. الله يهديك بس. اخترعني عليك. أنا شفت داش المستشفى سوف فحوصات عادي. كل يدخل المستشفى أنا ما أحب المستشفى ولا حتى قاعدة البيت وأنت تدري. أنا قاعدة هذه الشركة بس أطلع بروح. الله يقومك في السلامة إن شاء الله يا عمي وتقوم تخلص كل شغلك. بارك الله فيك شايبة. بارك الله فيك. الوين ولا صغيرة وين تعرفة؟ تعرفة مع سليمة بالبيت عمي. الله يخليها هذي. ها عمي متعود عليها تحبها. إيه أكيد أحبها وأحب مامتها بعد. عبد الله وين؟ عبد الله مع الدكتور شوية برا الحين. إيه هذا عبد الله وصل بعد. هلا 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 أبو عبد الله. هلا بالحلو. هلا الحمد لله على السلامة. أيوة خلاص. إيش قال الطبيب؟ تمام كل شيء أوكي. بعد شوية بناخذك نوديك البيت خلاص بصالحك. يلا الحمد لله على سلامتك عمي. الله يسلمك ويبارك فيك. يلا يبي الله يخلي. وين 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 وين؟ كله مستعجل تبي ترجع البيت بسرعة. في إجراءات لازم نخلصها ساعة ساعتين ما أدري كم تاخذ. خير إن شاء الله وخلص أوراق على ما ألبس دشداتي أنا وانطرك. يبا كلها دشداشة خمس دقايق بتبدلها خلاص أخلص ويك. إن شاء الله. يلا شاء الله. خليك ريح ريح. عبد الله. شنو هذا؟ بارك الله فيك. إيش صاير؟ دكتور قايل لك شيء؟ لا يبا مو صاير شيء. شنو بيصير يعني؟ أنت إيش فيك؟ متأكد؟ سانة قلبي حاس غير كذي. لا ماكو شيء بس بروح أخلص إجراءات لا تأخر الطبيب. على إذنك. يلا يا بيت يا عشرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جهز لك اغراضك الحين.